يا جميلة. أنا قلت يا جميلة. مبروك يا حبيب قلبي. ينفع افتحها دلوقتي؟ لا، أما يكون كله خلص. أصعب حاجة كانت صعبة وأنا بطبخ اللي هي لما أنا حطيت البرجر على جريل، عشان ما كنتش عارفة أسخنه قد إيه ولا كده، وكان كمان عندي 20 دقيقة بس، فكنت المفروض أسرع. لما الشيف كان بيقول الدرجات وقعد يتأخر في الوقت بتاعي، أنا كنت متوترة قوي ومش عارفة أنا هجيب درجة إيه، وحاسة إن أنا هجيب المركز الرابع. أنا بالنسبة لي لو حسن ما كانش كسب المركز الأول، صاحبتي آمنة كانت هي المفروض تكسب، عشان هي البرجر بتاعها كان طعمه حلو قوي. لما الشيف كان بيدوقني مشرومز، أنا ما كنتش عارفة اللي هي مشرومز، كنت في الأول فاكراها خيار بس طلعت مشرومز، وأنا كنت عمري ما دقت مشرومز في حياتي، فأنا دلوقتي الحس اللي أنا بحب مشرومز قوي. أنا بقول لكل الأطفال اللي في سني اللي بيتفرجوا على البرنامج ده اللي المفروض يشاركوه، عشان هو حلو قوي and very fun.